رمضان السنة في معظم الدول العربية طويل النهار بين 15 و 16 ساعة صيام، زعما ذي مبرر للتونسي باش يفطر؟ لا، يلزم يسوق مهما يكون يلزم العباد كلها تسوق. ورمضان السنة جاء في ظرف استثنائي في الكورونا، وهذا أول نهار في رمضان، كيفاش ترى رمضان السنة؟ طعمه وجو متاعه باش يتبدل ولا كيفاش؟ جو خايب على الأخر وصعيب، وإن شاء الله ربي معانا وكها. والسهريات مثلا كنت تمشي تفطر بحضة الفامي ولا تستدعى الفامي؟ السنة كل واحد وحده، كيفاش ترى السهرية؟ مقينة خايبة على الأخر، لعد واحد يمشي لدارهم، لعد يقعد، لعد أصحابه، لعد يخرج، لعد حتى شيء. وكيفاش باش تعدي وقتك في السهرية؟ قدام التلفزة وكل شيء بشي عدوه قديم، هذه زادة حاجة خايبة. مسلسلات ما فماش، برامج ما فماش. والصغيرات يقلقوا في الحجر ولا؟ فدوا الصغار، فدوا على الأخر. ماذا بهم ترجع لقراية؟ ماذا بهم؟ احنا بيدنا الكبار، ماذا بينا ترجع لقراية، وماذا بينا ترجع كل شيء. باهي، وقفة المواطن كيفاش تراها في السنة؟ قفة المواطن الصغير قفة المواطن الصغير، ان شاء الله زويلي ربي معاه وكهو. زويلي ربي معاه. قضيت رمضان ولا لا انت؟ شوية، ما نكذبش عليك، شوية. معناها تقضي كل نهار ونهار؟ اي، كل يوم ويوم كل يوم ويوم وكها. وفرصة باش تخرج زادة هكا تعمل دورك تقضي كل يوم؟ نخرج ليه، نقضي كل يوم ونخرج كل يوم وندور في الحومة كل يوم. وربي يستر. وشكون يقضي، انت ولا المسيو؟ شوية انا وشوية هو. معظم النساء في رمضان يحضروا ليستة للراجل، ما حضرتلوش ليستة انت؟ لا لا لا، ليستة لا شيء، احنا كل يوم ويوم. غير مبرر، شنو مبرر الافطار؟ شنو الشيء اللي يخليه مبرر الافطار؟ يعني تونسي يتحمل 15-16 ساعة سياق؟ أكثر يا أخويا اللي عنده عزيمة وإيمان بالله سبحانه جل وعلا يتحمل حتى 24 ساعة، وهذا هو مازال ثم ما أطول، ما تسميش طويل توا سيزار ولا قداه، ثم مازال نسيمهم أكثر منهم. باهي، وأنت كمواطن تونسي أول نهار في رمضان هكا كيفاش تحس؟ أثر عليك ولا لا؟ لا عادي، بقدرة ربي ما أثر علينا حتى شيء. عادية، مستانسين، احنا ديما ناكلوا كجمال على وجبة واحدة. وصلنا سرطان نجم معين، ناكلوا على وقت واحد. باهي، ورمضان السنة كيفاش تشوفه في الوضع هذايا مختلف والا عادي، خاصة ثم كوفر فيه في الليل؟ كوفر فيه في الليل، بوهم هذاك على السهارة وكذا، واحد باش يتمشى، سواء كوفر فيه مؤثر في الليل ولا في النهار، كيف. سواء كيف. كيما في النهار كيما في الليل خويا الغالي. وك الجو العائلي نتاع تستدعاك الفامي وتمشي بحذاهم وتستدعاهم، كيفاش ترى السنة؟ هذاك اللي شوز كونو مونك برشا، حتى الواحد هكا الفامي بروش، أخوته أمه أبوه كذا عائلته، فهمتني؟ هو هذا. اهلا بالصفيسه. هاي هذا هو اللي اثر شويه لا سوليتود، ديما الوحده تاثر. وقضيه رمضان كيفاش تراها؟ المدام حضرت لك ليستا كالعاده؟ لا يا اخويا، المدام انا نحضر لها ليستا. انا اللي نحضر ليستا اخويا. انت تحضر ليستا وتاخو؟ انا نحضر ليستا. باهي، وكي تقول لك الليستا نتاعك ناقصه كذا وكذا وكذا. مو سيناس عاد. مو سيناس ولا شنو ربيناها ولا شنو اخذينا المنوال. بقدرة ربي فما حتى شيء. وتتشهى في رمضان انت ولا؟ اي شوية، كلنا نتشهى. فما حاجة توا نعرفوها، اللي الراجل يحشش، خاصة في الساعات الأخرى، كيفاش تتعامل مع الوضع وانت في وسط العائلة؟ اي نحشش كيف في ساعات. تحشش تطلع للسطح خاطر ما عندك وين تمشي، والا تدخل تشد الكوجينه مع المدام. تشد الكوجينه وندور عليهم اخويا. يا حبيبي يا رسول الله، خذي ربي يفضلك. ان شاء الله رمضانكم مبروك. يحييك الامثال اخويا. شنو هي القضيه نتاع السنه كيفاش تراها؟ كيف العاده الناس، كيف الناس كله كيف العاده. الشعب طلع الفلوس ولا الكل لبس عليه، كانت الفلوس راكده في البنوك كلها خرجت. ايش كيفاه راكده بالبنوك خرجت؟ هاكا هو اللي عنده الملايين خرجها وبدا يقضي، تو عزيزه معبيه الدنيا كلها معبيه، ما تلقى بلاصه فارغه. وانت قداش جبت من البنكه؟ انا جبت 10 ملايين من البنكه. وسهريه كيفاش تراوها سناب؟ ما ثماش خرجه كوفر فو؟ لا لا، بيس عادي، كيف الناس يكون نسهروا عادي في الحوم وما ثم شيء، لا ثم لا كورونا وما ثم شيء، لا بيس. ها؟ قلت له هنكملوا شقال الفطر، نطيبوا قهوه، نقعدوا في الدار وكها، وش عنا مش نعملوا، حكم ربي هذا. توا راجلك معاك، حضرت له ليستا باش يجيبها ولا؟ لا حضرتها وحدي ليستا، وانا خارجه نقضي فيه.
معناها هو معناها جيست يكح يخلص. يخلص هكا هو. ما قررتش شنو تحب في الليست انت؟ لا قرر. لا لا. الليست نتاعو الراجل شنو حط فيها؟ شربوا جلباني. لا لا اليوم بالنسبة لليوم للميني بالنسبة للميني اليوم قررنا شربه وجلبان هكا هو. شربه وجلبان؟ هكا هو بس. شهوتك ولا شهوتها؟ لا شهوتي انا هذيك. تحب الجيري ظاهر فيك ها؟ أيوة حبيت. اسمع حارة جلبانة الليلة؟ حارة وزايدة كركم. كل واحد طبيعته راهو، ثم إنسان يحب يسيم يسيم نورمال، ثم اللي إنسان مريض ينيم ينجم يفطر. خاطر الإنسان راهو كل واحد وعقله هذا. ثم لاباس عليه يبدا يضرب حيط يطيحه تلقاه يضرب في الافيون ودبس الماء. والحمد لله ما دام واحد صحته لاباس باهي. دواء راهو دواء للبشر، رمضان هذاك دواء هو شر بذير. اول شر ويقول لك اخر شر. رمضان يمشي يرجع البشر مشى مع الشر. ان شاء الله ربي يقدر الخير برا هذاك نقول ان شاء الله. أمين. والسهريه سنة خاصة بعد شقال الفترة ثم كوفر فيه، كيفاش تراه الجو باش يكونوا سهريات؟ السهرية في الدار، واحد يحل التلفزة يحط أفلام من هنا ولا يتفرج شوية يشد كتاب قرآن يقرأ، هذيك هي الحاجة الوحيدة. ما الخروج لا. باهي كان يستدعوك العائلة باش تشق فترة بحذاهم تمشي ولا لا؟ شكون؟ لا أنا ديما بالعائلة ندور، عائلتي لا، أكثر من عائلتي ما نمشي لحد. أكثر عائلتي لا نمشي لسابي لا أخوتي لا الكل. باهي وكان انت سنة مثلا تبرمج تستدعى شكون من العائلة؟ لا ما استدعاش، خاطر علاش؟ انتردي كيما يقول الفرنساوي. النهج ما يعديش. جو اوبلي اوبلي انساه الموعد هذا في رمضان سيء. باهي كان يحشمك واحد من العائلة ويستدعاك، بالطبيعة انت يلزمك تستدعاه، اش تعمل هنا؟ لا ما نجمش، نقول له سامحني. تمشي له وما تستدعاش ولا ما تمشيلوش؟ لا ما نمشيلوش. قص قص عربي. قص عربي. خاطر خاصة عربي خير، تسكر الضوء ضربة واحدة، اجبد على الفتسة تسكت المنقال. باهي والقفة هذه فيها قضية شريتها؟ شوية خبز. خبز؟ هكا هو نتاع الفطور. وقضية رمضان السنة حضرت ولا لا؟ الحمد لله، الله ورضيت الوالدين. اه مشاكش كان بسس وباقيت؟ ما عندي العزوزة السنة طايحة. ربي يفضلها. عيش. هاي ناخذوا له في الخبز المبس. ربي يفضلها. عيش. باهي وشنو قضيت؟ معناها القضية نتاعك السنة كيما العادة ولا نقصت؟ لا مش كي العادة. مش كي العادة. ناقصة؟ ناقصة برشا. وشنو هو الأسباب؟ الأسباب من ناحية الواحد النهار كل قاعد أخي شهريش باش تعمل؟ بارك الله ثمنها في العائلة راقدين. الطفلة قاعدة، البنية قاعدة، البنية الأخرى قاعدة، عندي بنية تقرأ بالفلوس محسوب مازال العام الجاي الباك عندها. ما واحد ما يخلطش، انا كاك شويه من هنا شويه من هنا، كما قال كنمال هكا تري فلوس اللي هنا مدام انا ناكلو فيهم ويفرج ربي. رمضان السنه نهار طويل فيه ما بين 15 و16 ساعه صيام، كيفاش ترى باش يكون؟ ثم مبرر الافطار ولا لا؟ والله اللي يعرف كيفاش يعبي وقته ويمليه، ما فماش مبرر انا شفته. يملى وقته يذكر، فما الأذكار، فما القرآن، فما القصة، يقرأ قصص، يلقى مطالعة، يملى وقته، علاش بشفته؟ شنو اللي خليه بشفته؟ باهي، ورمضان السنة جاء في صفة استثنائية وكوفر فيه، لا سهرية لا شيء، كيفاش ترى الجو في الليل باش يكون؟ والله الجو توجدوا في الدار. كان عائلة معناتها تعرف كيفاش توجدوا الجو، تلقاه الجو، تحاولوا يعملوا معناتها ديسكسيون في الدار، مناقشة. يحطوا موضوع يتناقشوا فيه ديني سياسي اخلاقي كيما تحب انت. مفيد راهي المشكله في ان كيفاش تملى الوقت نتاعك في رمضان. ما تخليش روحك في مسيب، تقضي هاك تشوف نقضي كذا، ومن بعد واحد يمشي يعطي حق ربي كذا يرتاح شويه قبل المغرب يقوم يقرا شويه قران يملى وقته. هذاك رمضان. احنا رمضان هذايا معناتها رمضان هو الزيد الروحي للتونسي والغير التونسي، ماهوش رمضان بتاع ماكله وشراب ورقة، زيد روحي معناتها احنا نستناو فيه باش نعملوا الشارج نتاع الشارج الروحي هذاك كل الخزان. رمضان هو خزان الروحي للمسلم. ورمضان تعرف تكثر فيه الشهاوي وتكثر فيه التصنيف، والوضع نتاع التونسي توا ماديا تعب، كيفاش باش يكون زعما؟ نقول لك مش تعب، تعبي. باش نقول لك ماناش فما تعب.
التعب هذا واحد يعرف كيفاش يتصرف معاه، يعرف كيفاش يسير معاه، يعرف كيفاش ياخذه. اليوم هكا وغدوه هكا وبعد غدوه هكا وهي ماشي راه. شو الحمل، الحمل اللي يهزه هو، ما يهزه مع حد، البشر هذا اللي قدامي انا ولا انت ولا غيري. الحمل تهزه وحدك، تعرف كيفاش في مكتوبك 500,000 في الشهر، تعرف كيفاش تصرف فيها، تعرف كيفاش تاكل، كيفاش تشري. لقيت حاجه رخيصه نشريها، لقيت حاجه غاليه نشريها، شو الموز ما شريتش. ناخذ شويه فراوله مع شويه حليب ونعمل التبول ما يتكلفش. لاحظ ما زاد فيه في التونسي حتى من الخبز توريه 3 ولا 4، معناها اللي هذا شاري لك 5-6 باقيات و4 5 مبسس. الخبز اللي باش ناكل، الخبز اللي باش نستعمله في نهاره، وغدوه نشري جديد. تعرف توا عندنا شقه الفطر وعندنا السحور، تشري خبز للسحور وتشري خبز للشقه الفطر. فهمتني؟ قعد بايت يا خويا ناكلوا، انا ما نلوحوش راه. ما يلزمناش نبذروا. ما نلوحوش ناكلوا، من غدوه ناكلوا هو الاول اللي تحط فوق الطاوله. وهكاك.